القوات الخاصة قوات في الجيش لها تدريب متقدم يحتاج إلى لياقة بدنية عالية وحضور ذهني قوي للقيام بمهمات خاصة وصعبة وخطيرة، وفي الحروب تكلف تلك الوحدات بمهمات خلف خطوط العدو، إما لتدمير أهداف ذات أهمية استراتيجية محددة أو للقيام بأعمال اغتيال لشخصيات مؤثرة في قيادة القوى المعادية. اللافت هذا العام هو تواجد وحدات خاصة عربية في مراكز متقدمة عالمياً نتيجة لما مرت فيه الكثير من الدول العربية في مواجهة أعتى التنظيمات الإرهابية المنظمة واجتثاثها والقضاء عليها. ويعتبر الترتيب أو المقارنة بين هذه القوات في جميع أنحاء العالم مهمة صعبة جداً، لكن سنستعرض لكم في هذا الفيديو أفضل وأخطر القوات الخاصة في العالم بوجود 4 قوات عربية بناء على تصنيفات أجريت على تدريبهم وأسلحتهم وإنجازاتهم وما أوردته التقارير العالمية سنة 2022، علما بأننا وعن قصد استبعدنا وحدة سيرت ماتكا الإسرائيلية. قبل البدء ادعمنا بتسجيل الإعجاب والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد. في المركز 16 جاء فوج المظليين 9 الإيطالي أو فوج العقيد موشن، الذي يعتبر أكثر وحدات القوات الخاصة احتراماً ويعتبر من قوات النخبة في الجيش الإيطالي، وقد تم تشكيله تقريباً على غرار وحدة SAS البريطانية، ويقال إنه يعمل في أي بيئة وتضاريس. على الرغم من إنشاء الفوج بشكله الحالي عام 1942، يمكن إرجاع أصوله إلى معارك الجبهة الإيطالية بين النمسا والمجر وإيطاليا خلال الحرب العالمية الأولى. اكتسب الفوج سمعة كونه وحدة عسكرية شرسة بعد أن نجح في الكثير من المهمات الموكلة إليه. وجاءت وحدة القيادة العملياتية إيكو كوبرا النمساوية في المركز 15، والتي تعتبر وحدة شرطة تكتيكية وليست قوة عسكرية، وهي مستقلة عن الشرطة الفيدرالية في النمسا وتعمل تحت إمرة وزارة الداخلية مباشرة، وقد تم تشكيلها وأطلق عليها اسم إيكو كوبرا عام 1978 بعد مذبحة ميونخ للألعاب الأولمبية عام 1972، حيث كانت قبل ذلك تعرف باسم GEK، وقد نفذت العديد من عمليات إنقاذ الرهائن البارزة وعمليات مكافحة الإرهاب منذ إنشائها، وهي الوحدة التكتيكية الوحيدة للشرطة في العالم التي نجحت في إنقاذ طائرة مخطوفة في الجو عام 1996. في المركز 14 جاءت وحدة ماركوس الهندية، والتي تعرف رسمياً باسم مختصر للكوماندوس البحرية. تتدرب هذه القوات في هالو، وهي مجهزة بأفضل بنادق هجومية وبنادق قنص ومعدات حربية، وتعتبر إحدى أعنف القوات الخاصة في العالم. يتم تدريبهم في المقام الأول على نمط القوات البحرية الأمريكية مع مزيد من التدريب مع SAS البريطانية. قامت وحدة ماركوس بالعديد من المهمات البارزة، وتعتبر القوة الخاصة الوحيدة بعد القوات البحرية الأمريكية التي يمكنها القتال في المسطحات المائية بأسلحة كاملة. في المركز 13 جاءت فرقة المهمات المشتركة الثانية الكندية، والتي تأسست عام 1993، وهي وحدة العمليات الخاصة الكندية المعروفة بطبيعتها السرية جداً، وتعمل بشكل رئيسي لمكافحة عمليات الإرهاب داخل وخارج الحدود الكندية، وهي متخصصة أيضاً بإنقاذ الرهائن والاستطلاع الخاص. كانت هذه القوة جزءاً من مختلف المناطق الساخنة في العالم من إنقاذ الرهائن في العراق لمطاردة القناصة الصربية في البوسنة وأفغانستان، وتعتبر من أكثر القوات الغامضة مجهولة الهوية في مكافحة الإرهاب في العالم. في المركز 12 جاءت الوحدة المختصة للحرس الوطني USGN، وهي قوات نخبة تابعة للحرس الوطني التونسي، مختصة في تنفيذ العمليات الخاصة كمقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والتدخل في حال تغيير وجهة الطائرات أو البواخر ودراسة المنشآت الحساسة، إضافة إلى عمليات الرصد والإغارة وراء خطوط العدو. يخوض منتموها عدة مهمات تدريبية داخل وخارج تراب الوطن بالاشتراك مع نظرائهم كقوة دلتا ونافي سيلز الأمريكية وقوات خاصة من دول أوروبية. كما تستقبل الوحدة المختصة دعوات رسمية من عدة دول لتدريب قواتها الخاصة كصربيا والمجر،
حيث تصنف الوحدة المختصة ضمن أعتى الوحدات الخاصة في العالم بمعدل عملياتي يصل إلى 282 مواجهة خلال 8 سنوات، وهو الأعلى في العالم كله. في المركز 11 جاءت الوحدة الألمانية GEG-9 المعروفة أيضاً باسم مجموعة حماية الحدود 9، وهي الوحدة التكتيكية للشرطة الفيدرالية الألمانية، وتشمل قدراتها إنقاذ الرهائن ومكافحة الإرهاب والاعتقالات شديدة الخطورة. ومن المعروف عن هذه المجموعات قدرتها على تطوير تكتيكات وأساليب جديدة لمثل تلك المهمات الصعبة. 10 جاءت وحدة GW-Grom البولندية، وتعني مجموعة ردود الفعل التنفيذية والمناورة. إنها وحدة قوات خاصة بالجيش البولندي، تخصصها الرئيسي هو مكافحة الإرهاب واستعادة الرهائن، وتعد من أفضل وحدات مكافحة الإرهاب في العالم. تم إنشاؤها رسمياً عام 1990 لمواجهة التهديدات الإرهابية، وهم نخبة من الجنود المدربين على أعلى المستويات للرد على جميع أنواع التهديدات الإرهابية ومحاربتها. في المركز 9 جاءت القوة الضاربة الجزائرية ورأس حربة الجيش الجزائري فوج المناورات العملياتية الجزائري RMO-104، ويعتبر الفوج قوة النخبة للقوات الخاصة الجزائرية، وهي وحدات الكوماندوس للقوات البرية الجزائرية، تتدخل في كل مكان، ومن مهماته مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن والاستطلاع ومكافحة حروب العصابات والقبض أو القضاء على الأهداف ذات القيمة العالية. يتألف فوج المناورات العملياتية من سرايا وفصائل مختصة، هي سرية المهمات الخاصة، وسرية التدخلات التقنية، وسرية التدخل والاقتحام، وسرية المطاردة، وسرية الحماية الشخصية، وفصيلة القنص، والعديد من الأقسام الأخرى. 8 قوة العمليات الخاصة في الجيش الباكستاني SSG، والتي تم إنشاؤها عام 1956، والمعروفة باسم اللقالق السوداء، وتعتبر من أفضل القوات الخاصة في العالم، وقد دربت هذه القوات لأداء مهمات العمليات الخاصة ومكافحة انتشار الأسلحة النووية والحروب غير التقليدية والاستطلاع الخاص، وأيضاً لإنقاذ الرهائن وعمليات مكافحة الإرهاب في الحدود الغربية المضطربة مع أفغانستان ومحاربة المتطرفين الإسلاميين في المدن الباكستانية. 7 وحدة 999 قتال المصرية، إنها وحدة عسكرية في القوات المسلحة المصرية، ومن أقوى الوحدات الخاصة المشتقة من الصاعقة، وتختص في المهمات القتالية شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب، وهي أكبر حجماً وأكثر توسعاً من زميلتها الوحدة 777 المختصة بمهمات مقاومة الإرهاب الدولي والاقتحام وتحرير الرهائن والتي لا تشارك في الحرب. تختص الوحدة بالمهمات القتالية شديدة الخطورة والعنف على الجبهة وخلف خطوط العدو، وهناك مهمات خاصة لها تندرج تحت بند السرية، وتعتبر من أقوى وأعتى القوات الخاصة في الجيش المصري، من غير المعروف عدد أفرادها أو أطقمها القتالية حتى الآن. في المركز 6 حلت مجموعة التدخل السريع للدرك الوطني الفرنسي GEGN، وهي إحدى قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الفرنسية. يتم تدريب وحداتها لأداء مهمات مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن في فرنسا أو في أي مكان آخر في العالم، وتشتهر هذه القوات بالاستجابة السريعة والقدرة القتالية العالية في عمليات إنقاذ الرهائن ومكافحة الإرهاب. في المركز 5 قوات الخدمات الجوية الخاصة البريطانية SAS، وهي إحدى أفضل القوات الخاصة في المملكة المتحدة. تم إنشاؤها عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت بمثابة مثال للقوات الخاصة في جميع أنحاء العالم. تم تدريبها كجزء من الجيش الإقليمي عام 1947، وأطلق عليها اسم كتيبة SAS. اكتسبت شهرة عالمية بعد أن هاجمت بنجاح السفارة الإيرانية في لندن، واستطاعت إنقاذ الرهائن عام 1980 بعد حصار السفارة الإيرانية. مهماتها الأساسية مكافحة الإرهاب في زمن السلم والعمليات الخاصة في زمن الحرب. وفي المركز 4 عالمياً صنفت الفرقة الذهبية العراقية كقوة عسكرية ضاربة، وحصلت على المركز 4 عالمياً خصوصاً بعد النتائج التي حققتها في مسابقة المحارب الدولي للعمليات الخاصة بمشاركة 40 دولة، حيث حصدت المرتبة 2 على مستوى الدول المشاركة
كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن، وأكبر إنجاز تاريخي حققته الفرقة الذهبية حين خاضت معارك شوارع شرسة لاسترجاع مدينة الموصل. كأول فرقة وحدة خاصة في العالم توكل لها هذه المهمة، لقد قامت الفرقة بعمليات مكافحة الإرهاب الضخمة في العراق، محافظة على وتيرة شاقة ومستمرة لعملياتها التي لا تضاهيها أي قوة عمليات خاصة أخرى في العالم كله. وفي المرتبة الثالثة صنفت خدمة القوارب الخاصة البريطانية SBS من أفضل الوحدات من حيث تدريبها وقوتها ودقة تنفيذ أعمالها القتالية، دائماً ما تنفذ عملياتها الجريئة في عمق أراضي الخصم وخلف خطوطه. تشكلت خدمة القوارب الخاصة في ذروة الحرب العالمية الثانية، وتطورت من وحدة كوماندوس بحرية صغيرة إلى وحدة منظمة للقوات الخاصة البحرية البريطانية، تتألف من أعتى وأمهر المقاتلين المقسمين إلى 4 سرايا، وهم من الجنود النخبة والأكثر قدرة في الجيش البريطاني، ولديها تجهيزات ومعدات إضافية للقيادة في البيئات البحرية والبرمائية والنهرية. في المرتبة الثانية جاءت وحدة FSB ألفا، وتعرف القوات الخاصة الروسية بسبتسناز، والتي تمثل اسماً عاماً لخمس وحدات خاصة مرعبة على مستوى العالم كله، ومن بينها وحدة FSB ألفا، وهي الأعنف والأخطر ولها تاريخ طويل من العمليات القتالية خلف خطوط العدو، ومن الوحدات الخاصة ذات الدرجة العالية من الاحتراف، يخضع عناصرها لتدريبات خاصة وشاقة، وتتدرب على الانتشار من خلال النقل جواً والتدرب على التضاريس الجبلية الصعبة، ويتم تدريبهم أيضاً على الغوص ومقاومة التخريب. تستخدم الوحدة مجموعة واسعة من الأسلحة الحديثة الروسية والأجنبية والمعدات التي عادة ما يتم تعديل بعضها لتناسب الاحتياجات الفريدة للوحدة. وفي المرتبة الأولى دائماً ما تأتي قوات نافي سيلز الأمريكية، وهي قوة العمليات الخاصة الابتدائية البحرية الأمريكية وإحدى مكونات القيادة الحربية البحرية الخاصة، والمعروفة أيضاً باسم فرقة البحر والبر والأرض للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمكنها العمل في الماء أو تحت الماء، والقفز بالمظلات أو التحرك البري السريع. هناك تتألف من 8 فرق لديهم كل شيء من التكنولوجيا المتطورة وأفضل الأسلحة والمعدات، ويمكن أن تصل جذورها إلى الحرب العالمية الثانية، وتحتوي على أهم النخب المقاتلة في الحروب الخاصة للولايات المتحدة، ويعد الانضمام إلى صفوفهم صعباً جداً، حيث تعتمد تلك الوحدة على أساليب تدريبية قاسية بشكل لا يصدق، حيث يقضي المرشح أكثر من عام في برنامج تدريبي بدني وعقلي خاص عالي المستوى جداً قبل أن يتم تجنيده فيها.